في زمن التفاهة الإعلامية والسعي وراء المشاهدات، يبدو أن قضية الشاب نور الدين الشينوي أصبحت مادة دسمة لكل من يريد الاسترزاق على حساب الإثارة والبوز. كل من يمتلك قناة أو حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي بات يلهث وراء هذا الشاب الذي ادعى أنه تعرض للتسمم أو السحر أو ما شابه في محاولة لجذب مزيد من المتابعين والمشاهدات دون أي اكتراث للحقيقة أو المنطق. دائما اخونا الشينوي ولا مع اي واحد بدعوه ديال الخير، يا ربي لما تثبتوا ذاك الاجر ويا ربي لما تنجيه من اي مرض ومن اي سوء. الله يحفظكم كاملين اخويا. وهذا واحد ديديكاس سبيسيال من عند النينجا اخويا الياس المالكي اللي وقفوا وقفه ديال الرجوله مع اخويا نور الدين الشينوي واللاعبين ديال المنتخب كاملين والمغاربه كاملين، ديديكاس ليهم من القلب. الامر تجاوز كل الحدود عندما ظهر في احدى الفيديوهات شخص يقوم بالعاب بهلوانيه وحركات قتالية في غرفة بمصحة أمام نور الدين الشينوي، وكأننا في عرض فني لا علاقة له بالواقع. المشهد بحد ذاته يعكس قمة التفاهة، شاب مريض أو يزعم أنه مريض، وجانب آخر من الاستعراض غير المجدي الذي لا هدف له سوى حصد التفاعل. السؤال الحقيقي هنا، أين الوعي؟ أين التفكير؟ كيف وصلنا إلى هذا المستوى من الانحدار الإعلامي حيث يصبح شاب مثل نور الدين الشينوي ترند لمجرد أنه ادعى التسمم؟ هل أصبح الشباب المغربي مهووسا بالبحث عن أي فرصة مهما كانت سخيفة أو بلا قيمة لتحصيل البوز وكسب المال؟ هل فقدنا بالفعل البوصلة؟ هذه الظاهرة لا تعكس فقط التفاهة بل تمثل كارثة إعلامية واجتماعية، حيث أصبح الناس مستعدين لبيع أي محتوى مهما كان سطحيا طالما أنه يضمن لهم المزيد من المشاهدات والمتابعين.